عامية إماراتية شابة وجدت في هواية التصوير شغفاً تميزت به عبر منصة إنستغرام. تشارك هدى بن رضا متابعيها على منصة إنستغرام صوراً لإمارة دبي وصوراً أيضاً من رحلاتها حول العالم، لكن ما يميز هذه الصور بأنها تحرص على التقاطها من منظور فريد بعض الشيء، يظهر أماكن مألوفة بالنسبة لكثيرين لكن بطريقة جديدة. هدى تمكنت من تسجيل نسبة تفاعل عالية جداً، لا بل يقول البعض بأنها قياسية نسبة لعدد متابعيها الذي وصل إلى 10,000 متابع على إنستغرام، لكن عدد الإعجابات في الصور تخطى 6,000 إعجاب للصورة الواحدة. تغريدة الصباح، سعيدون جدا بأنك معنا اليوم. كيف تحرصين على التقاط أو اختيار زاوية محددة ربما لم يفكر بها مصور قبل التقاط هذه الصورة؟ أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا سعيدة بتواجدي هنا. بالنسبة لصوري أنا أحب أن ألتقط من زوايا مختلفة، أن أراوي الأشياء اللي الأشخاص يشوفونها أن مثلا شيء عادي، أحب أن التقطها بطريقة أن أظهر جمالها. فعادة مرات أن يكون أن أكون متواجدة في المكان وأشوفه أتمشى حولين وأشوف الزوايا المختلفة، أو أن أكون مسوية البحث قبل أن كيف ألتقط الصورة، أن بهالطريقة يكون عندي فكرة أن كيف ألتقط الصورة وأسير وألتقطها. واضح بأن هناك مجهود أيضاً جسدي، لأنه بعض الصور التي تلتقطها باستثناء الإضاءة والزاوية تتطلب ارتفاع أو أن تكوني موجودة في علو معين لكي تلتقطي بناية أو عمارة. من يساعدك في كل هذا المجهود؟ هو عادة يعني أنا عندي أصدقاء ما شاء الله أن كلنا نشارك الأفكار مع بعض ونساعد بعض أن على اللوكيشن معين أو شيء. فعادة صح نفس ما قلتي إنه يطلب مجهود إنه أبحث وأروح وحصله، نروح نحصل مع بعض ونصور. يعني في بعض الصور أنا أتوقع إنه تتحول لرياضة الباركور معك مع مساعدة الأصدقاء ربما. صحيح. هدى ذكرتي لي بأن صورة هناك قصة وراء إحدى الصور نقلت حسابك على إنستغرام إلى مرحلة نوعية، ما هي هذه الصورة؟ هاي الصورة أنا ثلاث من أصدقائي، هم صراحة كانوا جايين، كان عندي بروجكت شغل كنت أصوره، فكان هو في الصحراء هالصورة، فكانوا هم جايين أن يساعدوني. بعد ما خلصنا واحد من أصدقائي اللي هو متواجد الحين معنا، هو قال أنه بنصور صورة أنا نفس سكواد جولز، أنه جولز يعني الأصدقاء مع بعض وشي، فصورناها. هي ما كانت يعني عفوية، هي كانت عفوية، فقلنا اوكي صورناها. وبعد ان ما كنا متاكدين ان الصوره بتطلع حلوه، ترى كان شويه ظلام كان على وشك انه يكون ظلام، فصورناها وسوينا الاديت وكل شيء. وهالصوره يوم حطيتها على الانستغرام ما كنت متوقعه، ان في هالوقت حسابي كان عندي تقريبا 6,000 متابعين. يوم حطيتها قمت اليوم الثاني احصل انها انتشرت بطريقه يعني مفاجئه، ولين الحين ياسة تنتشر. وهاي اللي خلتني الستاف من 6,000 متابع لتقريبا 11,000، 10,000 وشوية الحين. فهاي اللي حفزتني ان الحين ان اصور اكثر واحط. وهي الصورة اللي سجلت اكثر من 6,000. هي صح، هذه هي اعجاب. ربما الفرص أو المشاريع التي فتحت لك بسبب هذا الانتشار على إنستغرام؟ فنفس ما قلتي أنا أعرض صوري، أنا أبداً الفكرة ما كانت أن أكون أن أحط صوري عشان أحصل مثلاً شغل أو شيء. يعني نفس ما تعرفي أنا محامية وهاي هوايتي. ما شاء الله عليك، يعني موهوبة في كل المجالات. شكراً، الله يخليك.
الفكرة إنه كان بس كنت أبا أن أشارك الناس صوري وإنه يشوفونهم، وفي ناس يتابعوني هم عادة يتواصلون معي إنه مثلاً الشركات وشي إن يطلبون مني إن أصور لهم. ففي البداية كنت يعني ما كنت أعرف إن قدراتي لو أقدر أسويها ولا لا، لكن بعدين تشجعت إن يوم أخذت أول شغلة إن أصورها شفت إن الناس أكثر قاموا يتواصلون ويون شركات عادة إن يون يتواصلون وياي إن أصور لهم ذر إن أشياء وشي. ف دخلتي يعني الآن مجال الإعلانات؟ هو مو بإعلانات، أنا أصور لهم هم حقهم. مثلاً for example من أكثر الأشياء اللي أنا فخورة فيها شركة أبل تواصلوا معي، أنا دوم كنت أبا أن صورتي تكون على بيلبورد، فإنهم أن تواصلوا وياي ويبوني أن أصور لهم شيء معين أن البروموت حقهم، فكان إنجاز كبير حقي في مجال التصوير. وأن أخيراً حلمي تحقق أن صورتي كانت على البيلبورد، أنه كان جي بي آر بعد بصورة القمر. صورة القمر، أن صورت القمر بالتلفون. وتصورتي إلى جانب البيلبورد أو لا؟ هو عندي صورة بجانب البيلبورد، لكن من كثر الحماس كنت أفكر أن أصور البيلبورد أن نسيت أن أصور صورة جيدة أن أقدر أستعملها جنب البيلبورد. للأسف. طب هدى، هل ممكن لو تطورت المشاريع والطلبات في مجال التصوير تستغني عن الحقوق أم هي أيضاً شغف ثاني؟ شوفي، أنا الصراحة أحب اثنينتهم. الحين إحنا الشباب في هالجيل نقدر أن نمارس عدة أشياء حتى لو مختلفة عن بعض. يعني شوفيني أنا على سبيل المثال، يوم الناس اللي يعرفوني كم صورة، يوم يعرفوني أنا محامية يتفاجئون أنا كيف هي. هذا الشيء ما يخص في هذا، لكن أنا الحمد لله أقدر أن أتقن أن أمارس اثنينتهم وأن في توازن بينهم. فأهم شيء دوم يعني أقول للناس أن التايم مانجمنت، الوقت، أن أعرفوا كيف تردبون وقتكم أنكم تسوون هوايتكم وبعد أن مثلا وظيفتكم. فأنا شيء ما أتوقع أن بأترك محاطر، أنا حابة هالشيء وفي نفس الوقت حابة التصوير، ودام أن الحين أقدر أسوي اثنينتهم أنا عادي. جميل. هل مثلا هي تبدا عاده كحب او شغف بعدين ننميها؟ اضطريتي لدراستها؟ اخذتي كورسات ام كيف نمت؟ صراحه التصوير لا، ما اخذت كورسات، وكلها سافتات. وبعد انا في نفس الوقت نفس ما قلت لك من انستغرام تعرفت على مصورين، وهم في نفس الوقت ان يعلموني كيف ان نتعلم من بعض، كل واحد يعلم الثاني يكون تكنيكس معينين للتصوير او مثلا حتى بالنسبه للاديتنج، فنعلم بعض ومنهم انا تعلمت الصراحه، فما اخذت كورسات لا. ممتاز. كل هذا يعني التعليم كله على الانترنت؟ هو سويت ريسيرش شويه، واكثر شيء ان اطلع واصور واتعلم كيف اسوي، وانا يعني وانا ياسة اصور اتعلم كيف مثلا اغير الليت ان اسوي الضوء وشي هالاشياء. الى ماذا تطمحين مثلا العام المقبل؟ يعني كل عام بالنسبة للمصور يكون لديه هدف او حلم. العام المقبل؟ العام اللي هو بعد 3 شهور ولا؟ ترى في فرق سنة. طيب 6 شهور. صراحة ان اوصل لاكبر عدد، ان انا اهم شيء عندي ان شغلي يوصل لاكبر عدد من الناس، مو بلاي شيء، هو بس انه نفس ما قلت لك انا احب هالشيء وابا اشارك شغلي مع الناس، فبيكون حلو اذا ان الناس يشوفونه هو هذا هو. ممتاز. اكيد، ونحن اكيد اول من سيتابع كل هذه الاحلام وتصويرك الجميل. نتمنى لك التوفيق في مجال المحاماة والتصوير. هدى بن رضا، شكرا جزيلا لك. بهذا اكيد ناتي الى ختام تغريده الصباح لليوم. اكيد تتواصلون معنا ايضا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام وبقيه منصات التواصل الاجتماعي. ابقوا معنا ايضا في بقيه اخبار الصباح.